اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه سنتحدث ربما عن منشورات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضيه. المنشور الاول ما يسمونه بالتغريده نشرها احد زعماء الميليشيات في العراق، يعني كتب فيها يعني عن محاولاته المستمرة للسيطرة على حزام بغداد، هذه المنطقة التي منذ سنوات عديدة، وإذا أردنا بالتحديد يعني بشكل دقيق منذ عام 2003 لحد الآن يعاني أهلها من مصائب كبيرة بسبب الميليشيات، بسبب الضغط الذي سلطته هذه الميليشيات القوى المدعومة من إيران لكي يعني تحرق هذه المنطقة، لكي تجعلها خاضعة للميليشيات. وجرت خلال هذه السنوات العديدة، خاصة خلال السنوات منذ عام 2014 لحد الآن، محاولات كبيرة جدا لتغيير ديموغرافي في هذه المنطقة للسيطرة عليها. منطقة اقتصادية كبيرة هذه حزام بغداد، هي سلة بغداد الغذائية، هي كانت تزود بغداد بكل الفواكه والخضر، هي السلة الغذائية لبغداد كلها، مزارع وأهلها ناس فلاحين، ويعني يعيشون في هذه أبا عن جد منذ مئات السنين، لكن هذه الميليشيات سيطرت عليها، أبعدتهم بدواعي الإرهاب، باتهامات كثيرة، بقتل أولادهم، باعتقالهم، بمضايقتهم، بتفتيش المستمر، بزيارتهم بين فترة وأخرى، منع التجوال عليهم، منع قدرتهم على الزراعة، السيطرة على حقولهم، حرق حقولهم، حرق مزارعهم، حرق بساكنهم، وبالتالي هجروا كثير منهم، لم يبقى إلا القليل متمسكين في هذه أرضهم يريدون أن ينهوا هذه القضية. هذا أحد قادة الميليشيات مثل ما قلنا قال مخرجنا من منطقة، وأنا أقصد منطقة الطارمية والمشاهدة، طبعا ليس لا يقتصر الأمر على منطقة الطارمية والمشاهدة، يعني من حواضن بغداد، من حزام بغداد، لكن كل المناطق اللي هي تشكل حزام بغداد من أبو غريب اليوسفية وغيرها والرجب والمدائن، كل هذه المناطق جرت فيها محاولات كثيرة من هذه الميليشيات وسيطرت على أغلبها. فكتب هذا القائد الميليشياوي يقول مخرجنا، قال محرضا على منطقة الطارمية والمشاهدة، نعلن أننا جاهزون لاستعادة مدينتي الطارمية والمشاهدة من براثن الإرهاب خلال يومين فقط، وليهنأ البغداديون بعدها. يعني من قال إن الإرهاب في هذه المناطق؟ لماذا تنعتون أهل هذه المناطق وهم أهل عراق وأهل بغداد وأهل نسب وحسب وأهل تاريخ طويل، ينعتونهم بالإرهاب؟ اعتقلوا أولادهم، غيبوهم، قتلوهم، عذبوهم، وبالتالي اليوم يتهمونهم بالإرهاب. انتوا اذا الحكومه واذا كل سلطاتها الامنيه و17 جهاز امني وكل القوات العسكريه والامنيه والشرطه والجيش وكلها والاستخبارات غير قادره ان تقف امام الارهاب، ما علاقه المواطن؟ المواطن الان هو الذي يحميكم؟ هذه انقلبت المعادله، كل الدنيا الحكومات وكل اجهزتها الامنيه هي التي تحمي المواطن، الان يريدون من المواطن ان يحميهم وان يكون اداه بيدهم، وبالتالي حتى إذا كان فهو ليس له حقوق، يجب أن يترك أرضه ويجب أن يترك بيته لهم. مزارع وحقول أسماك وبساتين كلها سيطروا عليها، والناس تعيش في مدن بعيدة، قسم ذهبوا إلى الشمال، قسم غادروا إلى خارج العراق، وقسم ماتوا، وقسم غيابين في السجون، وبالتالي يحرضون على هذا. والحجة ما حصل من تفجير في مدينة الصدر خلال الأيام الماضية. قال ضمن هذا المنشور كتب وليهنأ البغداديون بعدها، ليقول لنا هذا الميليشياوي من هم البغداديون الذين يتحدث عنهم، اين هم اهل بغداد وماذا ابقيتم من اهل بغداد؟
دمرتم بغداد وغيرتم شكلها وجهها وتاريخها وحياتها وكل تفاصيلها، والآن تحدث عن أهل بغداد لماذا يهنؤون أهل بغداد وأنتم داخل هذه المدن يهنؤون بفسادكم، بقتلكم، بتخريبكم، بدماركم، بسيطرتكم على كل شيء، باستعراضاتكم، بأسلحتكم، بقتلكم، بتغييبكم، بسجونكم السرية وغير السرية والعلنية، باستبدادكم وباستهتاركم على المواطن. هذا اللي هنا به أهل بغداد. وأين هم أهل بغداد؟ التغريدة الأخرى أو المنشور الآخر اللي صدر، وأعرف واحد يصفونه مرات خبير أمني، يصفونه إعلامياً، يصفونه ما أدري صحفياً، لا أعرف ماذا يصفونه. مقرب هو من الميليشيات، وغرد بعد ما حصل الذي حصل في مدينة الصدر من تفجير، راح ضحيته أكثر من 30 واحد. نسأل الله أن يرحمهم ويتغمدهم برحمته وأن يشافي الجرحى مما حل بهم. قال الذي حصل في مدينة الصدر هذا التفجير يعني مباشرة ذهب إلى الحديث، قال التفجير سني، لاحظ الطائفية، لاحظ الحقد والكره، قال هذا التفجير تفجير سني ومن الطارمية، والمستهدف شيعي ومن المدينة، هكذا يتحدث. طبعا لو هناك قانون لتجريم الطائفية لكان هذا الرجل حكم والآن رمي بالسجن ربما مؤبد، لأنه هذا تحريض على القتل والموت. قالوا المستهدف شيعي ومن المدينة، هذا الذي جرى وهذا الذي حصل بوضوح، هو الذي يتحدث هكذا، فيلسوف ويعرف كل الأمور. يقول التبرير لمن ولمصلحة من؟ لا تبررون، هذا الوضع هو بهالشكل، هذا انحراف العقول للأسف عن رؤية الحقيقة، هو يرى الحقيقة فقط والناس لا ترى الحقيقة، ولا يعني إنها غير موجودة. يعني عدم رؤية هذه الحقيقة والإقرار بما يقول هذا الطائفي لا يعني إنها غير موجودة، ولكن نقص الغيرة يمنع البعض من كشفها. ما هذا الحديث؟ هل يعقل أن حكومة وأجهزة وتقول إنها وطنية تسكت عن حديث مثل هذا؟ الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، إذا شخص شتم شخص أو سب بكلمة نابية يقطعون حسابه ويعاقبوه ويحيلوا محاكم، ويستطيع أن يحيل محاكم. هذا يحرض الشعب كله، يحرض على الفتنة الطائفية، على القتل والذبح، ولا أحد يحاسب ولا أحد يقول له شيئا. دخل على الخط، وهذه المنشور الثالث، يعني زعيم عصائب الخزعلي، ونشر بيان بتوقيعه، قال أنه يعني هم تحدث عن التفجيرات هذه، هي من منطلقة مثل ما يقول بيانهم، منطلقة من مناطق معروفة في محيط العاصمة بغداد، وطالب بالبيان بإعطائهم دور أكبر لألوية الحشد، طبعا للميليشيات يقصد، في حفظ الأمن الداخلي في محيط بغداد وحزامه. لاحظوا التشويه، لاحظوا الكذب، لاحظوا اللعب، لاحظوا كيف يريدون أن يثيروا الطائفية. الشعب رفض الطائفية، حتى من كانوا يقولون عنهم أنه حاضنتهم رفضوهم وقالوا عنهم أنتم طائفيين، الآن يريدون أن يثيروا الطائفية، يريدون أن يذهبوا إلى هذه الانتخابات اللي صمموها بمقاييسهم، يريدون أن يذهبوا إليها تحت شعارات الطائفية، ونحن هكذا، ونحن من قال أنتم يعني تحمون المذهب؟ من أعطاكم هذه السلطة؟ من قال إنكم تحمون المذهب؟ من قال إنكم تحمون الدين؟ من قال إنكم على حق وعلى وغيركم على باطل؟ لو كانت هناك حكومات حقيقية وكان هناك قانون لما استطعتم تتحدثوا بهذا الموضوع. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.